بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم بشار عصام. اليوم هقدم لكم شرح ازاي اعمل لمبة تقيد بالليل وتطفي بالنهار تلقائي لوحدها. اول حاجة دي بوردة شحن على النقطة، ده ريلي، ده ترانزستور، دي لمبة ليد، دي مقاومة ضوئية، ودي مقاومة 220 أوم، ودي مقاومة 1000 أوم. رجعنا لكم تاني، أول حاجة هنثبت الريلي في البوردة. زي ما انتوا شايفين كده. تاني حاجة هنثبت الترانزستور هنا كده ونلحمه بقى. زي ما انتوا شايفين، بعد تثبيت الترانزستور هنثبت المقاومة 220 هنا كده، هنثبتها بأسدير. زي ما انتم شايفين، بعد تثبيت المقاومة هنثبت الليد هنا، ونوصلها بالمقاومة من أسفل. نقوم باللحام، بعدين نثبت الطرف الثاني، زي ما انت شايفين كده. هنركب بعدها المقاومة الضوئية هنا كده، ونثبتها من الخلف. بعد الزير زي ما حضراتكم شايفين كده، هنركب بقى المقاومة بتاع المقاومة الضوئية، هنركبها هنا كده. هنلحم طرف مع المقاومة الضوئية
وطرف الموجة. وبعدين هنرجع نوصل الطرف ده بتاع اللمبة الليد بالمقاومة في الريلي، ان ده الطرف الموجة. وبعدين هنثبت الطرف السالب. بعد كده هنعمل توصيلة سلك أحمر للدخل. وزي ما انت شايفين عملنا توصيلة هنا للريلي، والتوصيلة التانية دي بتعمل كمفتاح. هنيجي بقى نختبر الدايرة، شوفها شغالة ولا لا. هنحط الفيشة هنا، وبعد كده هننزلها تحت عشان النور. أول ما نداري على الدايرة اللمبة بتشتغل، شيل إيدينا بتفصل، نداري بتشتغل. أتمنى تكون عجبكم الفيديو.